بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة الـ API Testing على قناة نظام. احنا زي ما اتكلمنا السلسلة بتتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول مبادئ الـ API خالص وده خلصناه تماما. الجزء الثاني الـ API Testing باستخدام بوستمان وده اللي احنا فيه دلوقتي. وجزء الثالث Advanced Topics وده نتكلم فيه بعدين. الجزء الثاني بتاع الـ API Testing باستخدام بوستمان بيتكون من 4 أجزاء. الانترودكشن وهي دي اللي شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت. لحد الفيديو اللي فات اتكلمنا عن كل حاجة في بوستمان بس بطريقة مختصرة جدا. بعدين هنتكلم في الجزء ده عن creating requests وبعدين هنخصص جزء كامل عن كتابة التست كيسز التست اند سكريبتس اللي هي السنيبت بانل بقى والتست كيسز وهكذا. وبعدين هنتكلم عن الاوتوميشن في بوستمان. احنا يمكن شفنا الكوليكشن رانر بسرعة بس الاوتوميشن في بوستمان دي كذا اوبشن. كوليكشن رانر واحد بس منهم وحتى الكوليكشن رانر فيه اوبشنز تاني. يبقى احنا دلوقتي في الجزء التاني ده يا جماعة من الجزء التاني يعني سيكشن 2 بارت 2 اللي هو creating requests by postman. في الجزء ده هنتكلم عن ازاي نكريت ريكوست، الهيدرز، البادي، انواعهم المختلفة ايه، ازاي اعمل امبورت الريكوست من البراوزر بتاعي. يعني انا دلوقتي في ريكوست عملته مثلا على البراوزر، تمام، انا فتحت موقع وعملت لوجن، فانا عايز اخد اللوجن من البراوزر واجربه على بوستمان، تمام، اخده على كده مش ابدا ريكوست وابني من زيرو. بعدين الترابل شوتينج، معنى ان انا لو كتبت ريكوست وفي مشاكل اعمل ايه، واخر حاجه ازاي نعمل سيف للريكوست بتاعتنا بطريقه كويسه. دلوقتي عايزين نفتح مع بعض موقع اسمه webhook.site. يعني هنكتب كده webhook.site، تمام، ده الموقع اللي هيفتح لنا. طبعا كل واحد فينا هيتفتح له URL زيادة كده في ID على اليمين زي اللي انتوا شايفينه ده، تمام. فده اليونيك URL بتاعك ده. ايه فايدته؟ ان احنا اي ريكوست هنعمله على بوستمان هنشوف نتيجته هنا. احنا كل الحاجات اللي عملناها قبل كده كنا بنشوف نتيجتها جوه بوستمان. احنا عايزين بقى نعمل ريكوست ونشوف نتيجته على البراوزر. هتلاقيه على الشمال هنا كاتب لي waiting for first request، سواء هتعمل ريكوست ده من البراوزر، من بوستمان، من تول تاني، ايا كان. فتعالوا نفتح بوستمان ونفتح تاب جديدة، نقفل كل التابات القديمة بتاعت المشروع اللي فات وناخد الـ URL ده، ممكن ناخده من فوق على اليمين هنا اهو كوبي وننزله هنا مثلا ونعمل جيت. بوستمان رد عليا مفيش اي حاجة في البادي بس الهيدرز، في هيدرز كتير وطبعا 200 اوكي زي ما فهمنا كل حاجة. لو رجعنا بقى للموقع تاني هتلاقيه ظهر عندي اول ريكوست بيقول لي في ريكوست انت عملته فعلا الساعة 7:58 دقيقة، اظن ده وقت جرينتش يوم 18/4، تمام. وهتلاقي هنا الداتا بتاعت الريكوست كلها لما نفتحه. تحت هنا اهو بيقول لي ده جيت ريكوست، الهوست، الديت والاي دي، الهيدرز، عندنا هيدرز كتير، عندنا فورم فاليو فاضية، عندنا حاجة اسمها كويري سترينجز فاضية برضو. طيب تعالوا نعمل زي ما عملنا قبل كده ونبعت كويري بارامتر مع الريكوست. احنا قلنا بندخل على بارامترز دي ونسمي مثلا بارامتر 1 ونسميه نظام وندوس سنت كده، ده ريكوست جديد، ونشوف ايه اللي هيحصل جوه البراوزر بتاعي. لما هنرجع البراوزر وننزل تحت هو نفس كل حاجه بس هنا كاتب له كويري سترينجز البارامتر 1 وفعلا قيمته نظام. يبقى احنا بنكتب حاجات اهي البراوزر قادر يفهمها وده شيء كويس. طبعا قلنا قبل كده ان انا ممكن اكتب البارامتر زي ما كتبته انا هنا، وممكن اعمل كده and bar2 مثلا equals schools مثال، فهو بيتكتب by default send. تعالوا نشوف نتيجة الكلام ده، فعلا بقى عندي 2 parameters. وطبعا زي ما قلنا ممكن الغي بارامتر كده اهو. الميزة هنا يا جماعة ان انا بشوف اللي بعمله، تمام اهو، فبقى عندي بارامتر 2 بارامتر 1 مش موجود. كل حاجة بعملها في بوستمان اقدر اتفرج عليها من هنا. طيب تعالوا نكتب بارامتر مثلا بارامتر 3 ونسميه ماي او نظام اي بي اي تيستينج، تمام. طيب هتلاحظوا ان نظام اي بي اي تيستينج دي جملة وفيها مسافات، واحنا متعودين في اي يو ار ال بنشوفه مفيش مسافات، بتكون الكلام كله لازق في بعضه. فلو عايزين نشوف الكلام ده زي ما بيظهر في البراوزر فعلا بنعلم على الكلام كده اهو وندوس كليك يمين encode url component، فكده هي بقت مكتوبه بالطريقه اللي بتظهر بيها فعلا في البراوزر. يعني ده هو نفس الكلام ده يا جماعه،
بس علامة في المية دي وبعدين 20 معناها مسافة، تمام؟ فده اسمه encode URL. برضو اهو نفس الريكوست بالظبط. تعالوا نشوفه هنا اهو، بعت نظام API testing. طيب عايزين نشوف حاجة كده تاني. تخيلوا معايا مثلا ان انا دخلت على موقع اسمه api.example.com مثلا، اي حاجة slash users. لو افترضنا ان انا عندي section اسمه users وعددهم 5 وcontracts وعددهم 2، ده مثال، تمام؟ طيب الكلام ده جميل، يبقى انا كده بقول له انا داخل على 5 users و2 contracts. بس تعالوا كده نغير حاجة في اليو ار ال ده. احنا دايما في اي بروجرامينج في الدنيا يفضل الحاجات تكون دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني ينفع نغير فيها، ما ينفعش تقول ان القيمه دي دايما باتنين. لا، انا عايز يبقى عندي فاريبل اسمه كونتراكت وفاريبل اسمه يوزرز واحط جواه القيمه اللي انا عايزها. فتخيلوا بقى لو شلنا الخمسه دي وعملنا نقطتين يوزر اي دي وشلنا الكونتراكتس الاتنين دي وكتبنا كونتراكت اي دي، لاحظوا كده معايا ايه اللي حصل. انا لما كتبت يوزرز سلاش نقطتين فوق بعض يوزر اي دي، هو كريت لي فاريبل اسمه يوزر اي دي وقال لي اكتب جواه، فانا هقول له 5 والكونتراكت اي دي هكتب جواه 2. طيب هنا هل الكلام ده هيبقى ظاهر في اليو ار ال؟ لا، هو مش ظاهر في اليو ار ال، طبعا هو ما فيش يو ار ال بالاسم ده اصلا، تمام؟ بس الفكره في ايه؟ ان انا بدل ما كنت كاتب القيم ستاتيك جوه اليو ار ال، لا، انا اليو ار ال بتاعي كاتبه من غير اي فاليوز، تمام؟ انا بكتب بس اسم البارامتر بتاعي او اسم الفاريبل والقيمه بتاعته بكتبها تحت جوه البارامترز بتاعتي. طبعا هتلاحظوا ان الفاريبل بتاعي دخل في حاجه اسمها باث فاريبلز مش كويري بارامترز، تمام؟ الكويري بارامتر اللي احنا شفناه قبل كده اللي بنكتبه جوه اليو ار ال، انما الباث فاريبل ده لانه ممكن يتغير عادي. طيب تعالوا نشوف الهيدرز دلوقتي. لو رجعنا للريكوست العادي بتاعنا الطبيعي ده ودوسنا على هيدرز، انا ببعت هيدرز مع الريكوست بتاعي، وطبعا شرحنا قبل كده ان ال HTTP request جواه حاجة اسمها headers. طيب انا الهيدرز بتاعتي ايه هي؟ يعني تعالوا نشوف كده مثلا في الريسبونس. لما دوست send قبل كده هتلاقوا في الريسبونس في 11 header. طبعا في headers ليها معنى يهمني، في headers هي مهمة بس بالنسبة لي ما تفرقش حاجة. يعني من الهيدرز الواضحة جدا الكونتنت تايب اللي هو text plain، هو بيقول لي الداتا اللي رجع لك دي والله هي text عادية جدا. مثلا منها برضو الديت، الديت ده حاجة بسيطة جدا. طيب من الهيدرز بقى اللي تهمني، تعالوا مثلا واحنا بنبعت الريكوست، طبعا ما نتلخبطش ما بين الهيدرز اللي فوق والهيدرز اللي تحت. الهيدرز اللي تحت دي اللي جاية في الريسبونس، اللي فوق دي اللي انا ببعتها، احنا بنتكلم هنا عن اللي انا هبعتها. تعالوا نجرب مثلا هيدر اسمه اكس دونت، طبعا انتوا بتلاقوا فيه اوتو كومبليت لان هما الهيدرز اساميهم دي ليها معنى. يعني تعالوا ندوس اكس دونت تراك، ده هيدر مشهور قوي اكس دو نوت تراك. تعالوا نشوف ايه معنى. لو دخلنا على جوجل اكس دو نوت تراك اهو، بيقول لي والله دي طريقه دي ان تي ان انت بتتواصل على الورلد وايد ويب، تمام؟ وده بيكون فكرته ان انا هل بيحصل تراكنج للداتا بتاعتي اللي انا بعملها ولا لا. تعالوا ننزل مثلا اهو، القيم بتاعه دي ان تي اللي هو دونت تراك يا اما 1 يا اما 0 يا اما نل. طيب 1 معناها ايه؟ احنا بنقول دو نوت تراك ايكوالز 1، يعني ما تعملش تراك للداتا اللي انا ببعتها. 0 معناها ان ما عنديش مشكله ان انا يحصل تراكنج، ونل يعني انا ما قررتش حاجه. فطبعا انا لو مش باعت الهيتر ده اصلا ده معناه ان هو نل. بس اكيد كلنا متفقين يعني ان جوجل وفيسبوك والحاجات دي هي غصب عننا كلنا لازم بتعمل تراكنج لبعض الداتا. فتلاقيه هنا مثلا بيقول لي هو مش عارف كاتبها فين، بس انا قريتها قبل كده، يعني ما اعرفش هل كانت في ويكيبيديا او في مكان تاني، ان هتلاقي المواقع الكبيره حتى لو قلت لهم دونت تراك برضه هو بيعمل تراكنج غصب عني، تمام؟ لكن في اوقات بتكون مفيده. فتعالى مثلا نجرب ونقول له والله دونت تراك ب1، يبقى انا كده طبعا لو كتبت اي حاجه هو يقبلها، تمام؟ انا لو كتبت دونت تراك ده طارق هو ملوش دعوه، بس انا هقول له 1 دي كده قيمه valid. تعالوا نعمل سنت، يبقى كده انا بعت هيدر واحد اسمه اكس دونت تراك بفاليو 1. لو رجعنا للموقع بتاعنا وشفنا اخر ريكوست هتلاقي فعلا الهيدرز بتوعنا زاد فيهم واحد اسمه اكس دونت تراك وقيمته بواحد. وطبعا هنا مثلا مكتوبه الفيرجن بتاعه بوستمان، مين اللي عمل الريكوست ده؟ بوستمان 7.6.1. طيب انا ممكن الف كاستم هيدر؟ انا ممكن انا نفسي في الويب سايت بتاعي
عندي هيدر انا مسميه مثلا اي حاجه، مسميه طارق، ومثلا لما الهيدر ده يكون بواحد هنظهر لليوزر اعلانات، ولما يكون بزيرو مش هنظهر له اعلانات. فدي احنا اسمها كاستم هيدرز، اقدر اتحكم فيها براحتي، اسمي طارق مثلا واخليه 1 2 3 او مفيش ايرور هيحصل، بس ده اسمه كاستم هيدر. كده انت اللي الفت الهيدر ده وبتتحكم فيه اهو، هنلاقي فيه هيدر جديد خالص اسمه فينو طارق وقيمته 1 2 3 بغض النظر عن معناه. دلوقتي هنا الموقع مش فاهم ايه معنى الهيدر ده، بس انت حر تستخدمه براحتك.